مشاهدينا الأعزاء، جدا 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 مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سفيرة عزيزة. بنقدم لكم كل الحب والتحية، فتابعونا النهاردة في الحلقة الجديدة إن شاء الله، إن شاء الله تكون مختلفة. برحب بجميلة الجميلات جاسمين، مساء الفل، الحمد لله على السلامة. لقبي فين؟ لا 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 معلش، لقبي فين؟ توق الياسمين. توق الياسمين امبارح بقى كانت توق الياسمين بجد بقى حبيبتي يا سيدي العالمين، وحشتيني، عارفه اغنيه صباح وحشتيني 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 تنطبق على حضرتك النهارده. مساء الانوار على كل مشاهدينا في كل مكان، وخطوه دايما عزيزه جدا في بيت السفير عزيزه. ان شاء الله النهارده يكون يوم ممتع بفقراتنا المتنوعه والمختلفه مع حضراتكم. شوفي بقى، طبعا حلقتنا النهارده يعني مش عايزه جدال، انها بتبدا بالتهنئه لابطالنا المصريين اللي فازوا بميداليات في اولمبياد باريس 2024. امبارح حصد احمد الجنجي في لعبه الخماسي الحديث، حصل على الميداليه الذهبيه، وكمان خدنا ميداليه فضيه لساره سمير في رفع الاثقال، وقبلها كان في برونزيه لمحمد السيد في سلاح الشيش. بكده مصر حصدت 3 ميداليات. ألف ألف مبروك لمصر ولشبابها الرائع فعلا. ويعني بصي، اللحظة اللي بتحسي فيها يا جيسي إنه علم مصر بيطلع والنشيد القومي أو الموسيقى بتاعتنا دي هي بلادي بلادي بتتعزف وانتي برة، صح، يا خبر رهيبة، أكيد ضربات قلبك بقى وتحسي يعني بقيمة وطنك، وإن انتي تكوني رافعة علم مصر وانتي في الخارج ومشرفة بلدك وأبناء بلدك، وخاصة كمان لما المصريين بيكونوا، احنا كنا قاعدين لغاية امبارح مستنيين إن حد من ولادنا اللي مشاركين يحصدوا جايزة، فما بالك بقى لما ناخد كمان ذهبية وكمان فضية وبرونزية. لا يعني والذهبية كمان في رقم قياسي بقى باسمه، ألف مبروك. والخماسي على فكرة دي مش رياضة سهلة، صح صح، فيعني شرفونا وفرحونا. يلا جميل يعني. ألف ألف مبروك ليهم وولادنا وشبابنا المصريين اللي بجد 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 فخورين بيكم، وربنا يوفقكم ويحفظكم، ومنتظرين بقى ترجعوا مصر هنا علشان كلنا نحتفي بيكم وتلقوا التكريم اللائق بيكم اللي يعني بجد شرفتوا كل مصري ومصرية. فاصل ونعود. رجعنا لكم مع أولى فقرات برنامجنا. يعني أنا عايزة أقول لكم حاجة، الحقيقة إحنا ملاحظين إن مفيش عيلة دلوقتي إلا فيهم شخص أو اتنين مريض سكر، ده مش بس على مستوى مصر، على مستوى العالم كله، وده شيء يعني يؤسف له كثيرا. لما يكون عندنا حد في بيتنا مريض سكر بيكون ليه لازم معاملة خاصة جدا، مش بس في ناخد بالنا في الأكل والشرب اللي احنا بنتعامل بيهم، لكن يعني فاهمين دلوقتي ومقدرين انه لازم ناخد بالنا بالنسبة للنظام حياته كلها، لازم ناخد بالنا من الحكاية دي في كل حاجة. فده يعني الحقيقة احنا عايزين نتكلم أكتر وبسرعة عن فقرة، الفقرة بتاعتنا دي في بيتنا مثلا مريض سكر. الدكتورة سلوى صديق رئيس وحدة الغدد الصماء والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس هتقول لنا التفاصيل دي، علشان للأسف ما عندناش غير وقت قصير قوي يا دكتورة سلوى. لكن حكاية ايه، حكاية انه كل بيت فيه دلوقتي مريض سكر، ايه ده، ممارض مش جديد، ايه الحكاية؟ هو مش جديد بس هو منتشر بطريقه جامده قوي في الوقت الحالي، نظرا لوجود مرض السمنه، نظرا لقله ممارسه النشاط البدني، تناول اغذيه غير صحيه، فده بيخلي في خطوره للاصابه بمرض السكر. ده بقى الحاجات غير صحيه يعني اللي هي اللي بيقولوا عليها جانك فود، دي اللي هو فاست فود والوجبات السريعه بالزيوت، الحاجات دي هي دي اللي بتخلي العيان يجي له الاول دهنيات الدم مثلا مع السمنه، وبعد كده يدخل في السكر. ولذلك انت هتلاقي حضرتك السكر بيجري في عائلات معينه، اللي ليهم نفس ستايل الحياه، هم مشاركين مع بعض نفس نوعية الأكل، نفس الستايل الحياة،
نفس نوعيه الاكل. يعني ايه الاقوى، العامل الوراثي اقوى ولا اسلوب الحياه اللي بقى هو ده الاسلوب الدارج ما بين الشباب؟ العامل الوراثي اساسي. مع الاسلوب الحياه اللي موجود هيظهر السكر. يعني في ناس بيكون عندها استعداد انها ولكن ما تصابش بمرض السكر لان بتحافظ على اسلوب حياه صحي. حتى اللي عنده استعداد وراثي ممكن جدا ان ما يظهرش عليه مرض السكر اذا اتبع النصائح اللي احنا دايما بنفضل نقولها للاشخاص الاصحاء بقى قبل دخول السكر او مرحله ما قبل السكري. لا طب مهمه قوي النصائح دي وقولها لنا لان احنا ما نعرفهاش بامان. يعني مثلا لو في سكر في العيله اللي هو السكر نوع تاني، انا هتكلم على السكر الاكثر شيوعا اللي هو 95% من المصابين بالسكر بيجي لهم السكر نوع تاني. بيجري في العائلات اللي بيبقى عندهم سمنه، زياده وزن الجسم، زياده دهون الدم، ارتفاع ضغط الدم، بنلاقيها دي بتجري في عائلات. طيب اللي عنده تاريخ مرضي في العيله يعمل ايه؟ طيب انا هحافظ على وزن جسم مثالي، يبقى لازم يبقى نظام غذائي محدد، هتبع نظام غذائي صحي، همارس النشاط البدني، مش لازم العب رياضه، انا ممكن انزل اتمشى مثلا 5 ايام في الاسبوع، كل يوم مش اقل من 30 دقيقه. وخصوصا حلوه قوي التمشيه دلوقتي في الحر الحر ده. هاكل اكل صحي، هاخد بالي انا هاكل مسلوق او مشوي، انا مش هكتر من المقليات والزيوت، انا مش هاكل جانك فود، انا هبعد عن المعجنات، هاكل الخبز الاسمر، هقلل السكريات، هقلل الحلويات، هبتعد عن الفواكه المسكره، البلح والعنب والمانجا، الحاجات المانجة اللي فيها السكريات العاليه قوي. بالظبط. بس يعني هو المريض السكر بيبقى عنده رغبه شديدة انه ياكل حته شوكولاته، مش كده ولا ايه؟ ولا ده بتحصل غصب عنه ده في الاول. بس لما بيجي لنا مريض بالطريقه دي انا بنصحه اقول له بقى ايه، ابتدي كل وجبات صغيره على فترات متقطعه تكون غنيه بالبروتينات والخضروات عشان يشبع. هشبع نفسي بطريقه اخرى. هي دي بتحصل في السكر نوع تاني فعلا في المرحله الاولانيه. بيبقى الانسولين زايد شويه عند العيان، فبتدي العيان يحس بان عنده شراهه على السكر. مش الحل ان انا اجري على السكر، الحل ان انا اخد خضروات، اخد بروتينات اشبع بيها، وما اكلش سكريات برضو، اقلل السكريات والدهون. ده بالنسبه، سوري اسفه يا جيسي، بس ده بالنسبه للكبار ان انا اقدر اتحكم فيهم، لكن بالنسبه لطفل صغير انا عايزه دلوقتي الاطفال الكتير قوي بنسمع ان الطفل ده عنده سكر. ده عنده سكر من النوع الاول. النوع الاول بقى اللي هو ايه؟ اللي هو بيجي في الاطفال زي ما حضرتك قلتي، ده معتمد على الانسولين تماما. فده ملوش حل غير الانسولين. حتى هو طفل كده ياخد حقنه الانسولين؟ بندي، وفي اجهزه بتدي انسولين طول اليوم، والاطفال بيعانوا طبعا، الدوله بتهتم بيهم جدا لان دول بيبقى محتاج رعايه خاصه. يعني ما انا عايزه اقول يعني طفل وراح المدرسه ولقى زملائه بياكلوا مش عارفه ايه ياخد، هل ممكن يحصل له ايه؟ هيحصل له ارتفاع في السكر بس. لكن يعني ما يبقاش كوما، يعني ما يبقاش دخل في غيبوبه سكر ولا كلام ده للاطفال؟ لا، هي اكتر غيبوبات السكر اللي هي الاسيتون اللي بتحصل في السكر النوع الاول مع الاطفال، لانه بيبقى صعب التحكم طبعا فيه. فبيبقى بيحتاج بصراحه رعايه من الوالدين، الاسره المحيطه بالطفل بيحتاج رعايه جامده في نوعيه الغذاء، الانسولين اللي هو بياخده، امتى وتوعية كمان، يبقوا عارفين اعراض ارتفاع السكر ايه، اعراض انخفاض السكر ايه. ما الاثنين خطرين، ارتفاع السكر غلط وانخفاض السكر خطر برضه. طب يا ريت حضرتك تقولي لنا ايه الاعراض، يعني انا كأم دلوقتي ايه الاعراض اللي تخليني خلي ام ولا الكبار؟ لا انا كأم، يعني ايه الاعراض اللي على تكون على بنتي او على ابني تخليني انتبه ان انا لازم اروح لدكتور بطن او غدد؟ بالنسبه للصغيرين، اتكلم على الصغيرين او هو الصغيرين الاعراض بتبقى عنيفه. عنيفه يعني ممكن الام ما تلاحظش خالص، هو بيجي فتره قصيره بيلاقي طفل عطشان وبيشرب ميه كتير وبيبول كتير. دي بقى الاهل هيعرفوها او مش هيعرفوها، في الاغلب ما بيعرفوهاش. فبيجي بعد كده بالام في البطن وميل للقيء، حموضه للدم، ودي اللي بتبقى عنيفه.
دي بتتطلب طبعا دخول المستشفى. ده السكر النوع الاول. المفاجاه ان السكر النوع الاول ما حدش عارف ايه سببه، هو بيجي نتيجه لخلل في المناعه بيعمل السكر ده. لكن هل ممكن يعني يتم شفاء طفل اهله خدوا بالهم وعالجوه ولا لا؟ ولا السكر ده مدى الحياه؟ تماما لا، بتتطلب بقى نقل بنكرياس. فهي قصه كبيره بصراحه. لكن المهم ان انا بقى واخده بالي من الاعراض. يعني في بعض مثلا امهات بتيجي تقول الطفل في الايام الاخيره دي كان بيبل الفراش. فمعنى كده ان هو بيجيب بول بكميات كبيره. فده يبقى حلو قوي لو هي لحظته قبل ما يجي بالاسيتون اللي بيتطلب دخول المستشفى. طب في بعض من الحالات بتكون بوردر لاين، يعني على الحدود، هي لسه السكر النوع الاول عنيف. يعني انا لان بيحصل فشل كامل في البنكرياس ما بيفرزش انسولين. فالحل ملوش غير انسولين تاني. لكن السكر النوع التاني ده اخف شويه. العين ممكن يقعد فتره طويله بيحس بعطش شديد، جفاف في الحلق، عمال يشرب ميه كتير، بيخش تواليت هو اكتر من العادي، ابتدى ياكل كتير ولكن بيخس. طب وفي السلوكيات اعتقد برضو بتطرق بعض من التغيرات، ليهم كده يعني عندهم فرط حركه، بيبقوا عصبيين شويه ولا لا؟ لا، هو بيحس بفتيج. العين سكت. يحس ان جسمي كله مكسر، انا جسمي كله همدان، زغلله في العينين وعدم وضوح الرؤيه. في بعض الناس بيجي لهم بالتهاب في السنين، في اللثه. في بعض الناس بيجي لهم بالتهاب في الجلد وخراريج. في ناس، في سيدات تيجي تقول انا عندي التهابات مهبليه. وبيبقى دي اول علامه، وبالذات هنحط بقى يعني كده لو كان في تاريخ مرضي في الاسره. لو هي عندها دهون الدم، لو في ضغط الدم، لو تكيسات مبايض، لو السيده دي جالها وهي حامل جالها سكر قبل كده، ما هو جالها مع الحمل وراح، بس ممكن يظهر تاني بعد كده. طب في جامعه عين شمس انتوا عاملين حملات توعيه بالنسبه لل في العياده؟ احنا في العياده يعني المرضى بالنسبه لنا بنحاول نعالجهم. يعني ناخد المريض جهه شامله من كل الجوانب. بنعرفه ايه هو مرض السكر، ايه اعراض الارتفاع وايه اعراض الانخفاض، لان مهم جدا، لان هو اللي هيتعايش مع المرض. انا عايزه المريض يتعايش تعايش سلمي مع المرض ويخرج خالي من المضاعفات. فبنبتدي نعرف المريض ايه هي المضاعفات ونقول. طب وهي ايه هي المضاعفات يا دكتور؟ حضرتك عارفه لكن احنا ما نعرفش ايه هي المضاعفات. المضاعفات في مضاعفات حاده ومضاعفات مزمنه. يعني مضاعفات حاده منها اللي انا قلتها مع الاطفال دي، اللي هي الغيبوبات الاسيتون. وممكن تيجي مع الكبار، ممكن تيجي مع الكبار اذا حد اهمل قوي في علاج السكر، لكنها قليله. لكن تيجي مع الاطفال بالاكثر. من المضاعفات انخفاضات السكر. فلازم العين يبقى عارف يعني ايه ينخفض السكر وانا اتصرف ازاي، لان انا مش معايا في البيت. فهو هيعرف يتصرف ازاي، ان هو يحط حاجه مسكره في بقه، يتناول، بس لازم يبقى عارف الاعراض عشان يلحق نفسه. طيب يعني هو مريض السكر ممكن يبقى عنده سكر زياده او سكر قليل. يعني لان هو بياخد ادويه. اوكي. بيجي له انخفاضات. فانا عليا الانخفاض ده بقى يقوم واخد سكريات. ما طبعا، لان ما لهاش حل غير ان هو لازم ياخد حاجه مسكره يلحق نفسه. لانها لا قدر الله بتسبب الوفاه. يا ساتر يا رب. طيب بنيجي نعرف العين بالمضاعفات، نتجنب دي المضاعفات الحاده. امال ايه المضاعفات اللي على اللونج ران بقى اللي احنا بنشتغل عليها؟ بس احنا بنشتغل على الاثنين، لان انا يهمني ايه يبقى عايش حياه كويسه. على المدى الطويل ان السكر بيأثر على الاوعيه الدمويه في الجسم كله. بمعنى يعني نوع من انواع التنميل مثلا في الاطراف. ده بقى يعني الاوعيه الدمويه يعمل التهابات في الاعصاب الطرفيه، قصور في الاوعيه الدمويه الطرفيه. الثالثه اللي هي ممكن يعمل على تاثيره على العين. على الشبكيه. بعدين تاثير بقى على القلب. امراض القلب والذبحه والجلطه، وايفن حتى ناس ممكن يجي لهم فشل في القلب. وتبقى دي الاعراض. ده مرض خطير يعني. مش ما هو لازم المريض يبقى فاهم كل الجوانب.
عشان هو اللي هيعيش معي. طب كنا بنسمع يا دكتوره سلوى كده من فتره ما هياش بعيده قوي يا استاذه سناء، ان يقول لك ايه فلان الفلاني زعل قوي فجاله سكر. ده فعلا بيحصل الستريس؟ الستريس ممكن توتر. يظهر امراض مناعيه ومنها ويظهر السكر برضه. لكن ده معناه ان هو كان اوريدي عنده استعداد في الاغلب. يعني هو مرض، بصي هو على الرغم ان المضاعفات بتاعته كتير ويتقال فيها كتير، لكن المريض لو عرف هيقدر يتجنب وهيعيش مع المرض. هو الوحيد اللي هيتعايش بقى مع المرض ده. هو يقول لا انا حاسس ان انا سكري عالي، لا انا حاسس كده ان السكر منخفض. احنا كمان بنقعد مع المرضى ونشوف العلاجات بتاعته ونحدد معاه مواعيد العلاج. يعني مش بس بنهتم بالغذاء الصحي والرياضه، لا نهتم بالعلاجات. وكمان احنا عندنا كاتيجوريز في العيادات في العلاجات. يعني انا مش المفروض مثلا العيان الكبير السن ادي ادويه تعرضه للانخفاضات. مثلا انصح المريض اقول له لا انت لما تيجي تعمل اكسرسايز لازم هتقيس السكر ويبقى مستواه معقول قبل ما تعمل اكسرسايز، لان الاكسرسايز ده هيعرضك للانخفاض. هي كلها توعيه، توازن كمان، يبقى بالزبط. يعني البني ادم يشوف التوازن. طبعا في حياته. طبعا. دكتوره يعني رغم الحزن اللي احنا فيه عنا انه ما بنتمناش لاي حد ان يكون عنده مرض، لانه واضح ان هو مرض خطير، لكن شكرا ليكي على المعلومات الواضحه والصريحه والمباشره اللي ممكن الواحد ازاي يتعايش مع مرض السكر اذا ما اصيب به. ما حدش عارف بيتصاب البني ادم ايه بسبب ايه. يعني شكرا للدكتوره سلوى صديق رئيس وحده الغدد الصماء والسكر بكليه الطب جامعه عين شمس. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. وسعداء بتشريفك لينا في برنامج السفير عزيز. نورتينا يا دكتور. شكرا يا فندم. فاصل ونعود. فاصل ونعود. للطفل بيعتبر من أصعب أنواع الكتابة، لأن مخاطبة عقل جديد لسه بينضج وبيكبر، وإننا نغرس فيه القيم ونغرس فيه العادات بالتأكيد حاجة مش سهلة، خاصة لما يعني حواديت الأطفال تبقى حاجة بالنسبة لهم حاجة كبيرة وحاجة مهمة جدا، لأن العالم ده بياخدهم لعالم آخر مليان خيال ومليان بهجة ومليان كمان شخصيات. الشخصيات دي بيتعلقوا بيها وكمان بيتعلموا منها. ودايما حدودة قبل النوم من أهم الحاجات اللي الأم والأب بيعملوها، علشان من خلالها بيوصلوا لأولادهم رسالة، بتكون رسالة غير مباشرة، ولكن القصة دي بتترسخ في عقلهم الباطن وبتطلع في أوقات بقى مختلفة فيما بعد في حياتهم. ضيفتنا النهاردة مع حضراتكم من الأسماء المهمة في عالم قصص الأطفال، حققت نجاحات متميزة في مجال أدب الأطفال والكتابة ليهم، وهي كمان سفيرة الأطفال في المبادرة الرئاسية حياة كريمة. يسعدنا جدا أنها تكون معنا النهاردة في السفيرة عزيزة الأستاذة الكاتبة سماح أبو بكر عزت نورانا. أنا اللي سعيدة النهاردة أني مع الأستاذة القديرة أستاذة سناء اللي تعلمنا الإعلام منها، ومع الإعلامية المتألقة جاسمين. يعني أنا الفخورة والله أن أنا معاكم. سعداء بوجودك معانا. أنا طبعا أنا سعيدة بشكل خاص عشان أنتي
بنت حبيبتي وصديقتي وزميلتي من ايام الجامعه. انا عارفه طبعا. وايضا اخت بنوتي في الفضائيه المصريه طبعًا. امل ابو بكر عزة وصديقي من الجامعه برضو ابو بكر عزة. طبعا يعني شفتي بقى يعني طبعًا. انا من حوتكي من كل ناحيه يا سماح. يعني دي سعاده ما بعدها سعاده والله. سماح كنت انت لسه هبتدي من الاخر. أيوة. انت لسه راجعه من كندا. أيوة. بتعملي ايه ستي في كندا؟ كندا مش كنبه. كنت بتعملي ايه في كندا؟ هو حضرتك هم شهر يوليو عندهم هناك مخصصينه للاحتفال بالتراث المصري. فلاول مره فكروا يعملوا مهرجان للاطفال في شهر التراث. فانا كنت يعني الحمد لله ضيف شرف المهرجان. عملت ورشات كتير مع الاطفال لان انا ليا كتاب عاملاه من 10 سنين اسمه في جيبي قلعه ومعبد. بكلم الاطفال انه التاريخ مش بس في الكتب ولا على جدران المعابد ولا في الاثار، انتوا شايلين التاريخ في جيبكم من خلال اوراق الفلوس. بس يمكن محدش فينا بيفكر يشوف ال10 جنيه دي اللي عليها صح. المسجد او الوجه الفرعوني. فالكتاب بيعرض بقى من اول الجنيه المعدني لحد ال200 جنيه. فانا بشتغل الكتاب ده مع الولاد بشكل تفاعلي. وده من خلال الورش اللي حضرتك قدمتيها هناك بقى للتاريخ الفرعوني والتاريخ الاسلامي. بالظبط. وبعدين بدات احكي بقى قصص من قصص. انت الورش دي يبقى مين الجمهور بتاعك يا سماح؟ والله حضرتك هو المفروض اطفال، بس الواقع بيقول انه الاطفال واهاليهم بيبقوا مبسوطين، الاهالي اكتر من الاطفال. كنديين يعني ولا من اصول مصريه؟ مصريين. يعني والحاجه حضرتك اللي انا اتفاجئت بيها ان انا رايحه يعني في يعني في يقيني ان انا مش هتكلم عربي. هتكلم يا اما فرنساوي او انجليزي. فوجئت الولاد تكلم عربي كويس جدا. دي حاجه تفرق. هي الاهالي المصريين يعني الجيل الثاني من المصريين حريصين يعلموا الولاد اللغه العربيه ويعرفوا مصر اكتر، وعملوا استعراضات حلوه قوي عن مصر. انا بقيت فخوره الحقيقه طبعًا. ان الولاد حابين مصر وسعداء بكل حاجه تنتمي لمصر. وفي منهم اللي لابس ملابس بقى مصريه قديمه لتوت عنخ امون، وفي اللي لابسه ملابس سينويه. يعني حاله من البهجه. انا كنت مبسوطه، انا بحب الاطفال بجد. الورشه دي حضرتك قدمتيها في كندا، ولكن ما شاء الله حضرتك اسفارك كتير في مختلف كتير. انحاء العالم. بتختلف الثقافه؟ هل بيختلف الاطفال ونوعيه الورش اللي حضرتك بتقرري ان انت تقدميها لهم من مكان لاخر؟ ده اكيد. انا قبل ما اروح اي مكان حضرتك لازم ببقى عارفه أنا رايحة فين وطبيعة الولاد إيه. لأن مثلا في عندي قصص بتعالج مشاكل معينة، ممكن أطفال ما يكونوش بيعانوا من المشاكل دي. يعني أنا لو رحت قرية حضرتك، أنا ليا قصص كتير عن تعلق الأطفال بالموبايلات والتابو وكده. المشكلة الحقيقية حاليا بالظبط. بس في الكرة بالذات الكرة النائية دي مش مشكلة عندهم، لأن هم ما عندهمش رفاهية امتلاك الأجهزة. فمش هكلمهم فيها، هكلمهم في مواضيع تانية. فحسب المكان وحسب البيئة اللي الطفل نشأ فيها بيبقى الفرق ما بين طفل وطفل. لكن الأطفال كلها عندها نفس الفضول، حاجة عوامل مشتركة بالظبط كلهم بالظبط أيا كانت الثقافة أو الخلفية. يا سلام. الطفل أستاذة سناء هو ابن الدهشة. الطفل كائن مندهش فضولي. وعشان حضرتك تجذبيه لازم تخلي الفضول ده يبقى حي. ولازم تدهشيه، ولازم بداية عنوان القصة يبقى يخليه يفكر. لكن طفل النهارده مش عايز الحاجة السهلة البسيطة الفلات، لا، عايز الحاجة اللي تشغل مخه واللي تخلي يبقى فيه كده نوع من الحماس انه يعرف وانه يتوقع النهاية شكلها ايه. انا كتير بخلي الاطفال تغير نهاية القصص. يعني انت بتعرضي عليهم قصة وبعدين هم اقول لهم غيروا النهاية بناء على خيالهم هم. بالظبط. واللي بيساعدني ان وانا بحكي قصة من قصصي هم مش عارفينها بلاقي النهاية اللي انا كتبتها هم اللي قالوها. يا سلام. مش معقولة. احس ان انا قادره اوصل لهم لان انا طول الوقت مع الاطفال. طول الوقت. لكن هل يعني انت بقالك قد ايه في عالم الطفل ده؟ وهل الطفل لما ابتديتي مختلف تماما عن طفل دلوقتي، ولا مش شايفه انت الفروق دي؟ هقول لحضرتك. انا بدات شغل الاطفال دراما مع صوت القاهره. عملت مسلسلات من سنه 2000 زمان. فرقت 23 سنة طبعًا. حاجة طبعًا. كبيرة يعني طبعًا. وكان أول مسلسل فكرته إنه طفل النهاردة لو لقى مصباح علاء الدين هيعمل إيه. كان اسمه علاء الدين وكنز جده أمين. كان بطولة الفنان القدير الأستاذ أحمد خليل والأستاذة نشوى مصطفى والفنان أسامة عباس. وأنا خدت فيه جائزة ذهبية في السيناريو، والمسلسل أخذ جائزة مهرجان الإعلام العربي. قدمت أعمال كتير للأطفال بقى، خيال ظل، عملت مع الدكتورة زينب زمزم صلصال. ولكن
بعد ما خدت الجائزه دي، ودايما انا اذكر فضل استاذي نادر ابو الفتوح، هو اول من وجهني ان انا اكتب قصص. هو كان بيقرا المسلسل ويعني بيكتب تقارير، انا طبعا ما كنتش يعني بعرف مين اللي بيقرا. بعد ما المسلسل الحمد لله اخذ جائزه، اتصل بيا وقال لي روحي صوت القاهره خدي التقارير اللي انا كاتبها بخط ايدي. فالحقيقه خطه كان حلو جدا، جدا عشان يا فندم، مش عارفه انه اشتغل معايا سنين وايام. ايوه لإدارة الشرق الأوسط. ايوه مظبوط. ففوجئت انه كاتب عني كلام، انا اندهشت. قلت له ده عشاني انا حضرتك؟ قال لي اه. انت معجونه اطفال. بس انا عايزك تكتبي قصص. فانا بمنتهى البساطه قلت له ايه؟ معرفش. قال لي ازاي؟ ما هو التريتمنت بتاع المسلسل ده قصه. فاول قصه كتبتها هو اللي ساعدني انها تتنشر. كان الكلام ده في 2003 تقريبا. ومن ساعتها بقى ليه اصدارات كثير يعني الحمد لله. يمكن ما عرفتش برضو في يعني الطفل دلوقتي مختلف قوي عن الطفل من 20 سنه. مختلف تماما، اهتماماته مختلفة، ردود فعله، تقبل، يعني قولي يعني اديني شوية مؤشرات كده يا سامح. اولا عنده ثقة بنفسه، شايف انه يقدر يوصل لاي معلومة بسهولة، مش سهل حضرتك تقنعيه، ما بيحبش القمع، مشكلته انه ذكي جدا، بس الاهل هم اللي لسه مش واصلين لطفل النهارده. يعني الاهل العيب في الاهل مش في الفجوة. في فجوة. يعني الاقي اطفال تقعد معايا حضرتك تقول لي ايه؟ لما جيت اوري بابا الرسمه اللي انا راسمها ما بصش عليها وقال لي حلوه. هو ما شافهاش. شوفي حضرتك بياخد باله ازاي قوه ملاحظته. زي قطعه الاسفنج بتمتص كل اللي حواليها، بس الاهل مش فاهمين ده. بابا انا مره حضرتك بدخل على الاطفال كده يعني اعمل فكره كده انا مش محضراها، اديتهم ورق وقلم وقلت لهم ايه؟ ارسموا احلامكم. ففي اللي رسم طياره عايز يبقى طيار، وفي اللي رسم كمبيوتر عايز يبقى مهندس كمبيوتر. فاول واحد خلص لقيته راسم موبايل. فانا اعتقدت انه عايز موبايل. فقلت له انت معاك موبايل؟ انا شايفاه عايز موبايل تاني. قال لي لا. قلت له طب عايز ايه يا حبيبي؟ قال لي انا عايز انا ابقى موبايل. انا ابقى موبايل عشان بابا يجي من الشغل زعلان، مش عايز يكلم حد، بس بيمسك الموبايل وبيقضي وقت كتير على الموبايل. ماما طول النهار بتتكلم، اكلمها تعمل لي كده وبتنسى ان انا عايزه اقول لها حاجه وبتتكلم في الموبايل. اخويا لو ما لقاهوش جنبه يبقى مش قادر يقعد، بس انا ببقى قاعد جنبه مش شايفني. فانا صراحه يعني طب اما تصوري احساس غريب جدا. انا عايزه ابقى موبايل. فطبعا يعني لا، مختلف تماما على فكره عن الطفل طبعًا. ما قبله طبعا. طبعا الطفل النهارده عايز تعامل بنضج مش زي زمان. واكتر حاجه حضرتك تكسر الطفل القمع اللي هو ايه؟ بيسال سؤال حضرتك تقول له تسالي مالكش دعوه، اقعد ساكت، او حضرتك تنتقديه قدام حد وتعتبري ان ده نوع من الهزار مثلا. لما كل ده بيختزن جوه، بيأثر فيه طبعا. طبعا لازم تقنعيه. صح. طب انا عايزه انتقل مع حضرتك لنقطه مهمه جدا، وهي ان حضرتك كمان سفيره للمبادره الرئاسيه حياه كريمه. وفي 2022 اصدرتي سلسله كتب قصه حياه وكريمه. عشان من خلالها تسلطي الضوء على اهميه المبادره دي. احكي لنا عن يعني القصه. انا طول عمري نفسي اقابل الاطفال في الكوره، يعني انا قابلت اطفال كتير جدا، انا اشتغلت كتير ورشات في مصر وبره مصر في دول عربيه، سواء في معارض الكتب او في دول اجنبيه، رحت المدرسه المصريه في لندن، رحت المركز الثقافي المصري في باريس، رحت الاكاديميه في روما. لكن طفل القريه ده بالنسبه لي لغز. فانه انا اتشرف ان انا ابقى سفيره حياه كريمه واسافر كوره كتير، ده كان بالنسبه لي تحدي. فحبيت ادخل. شوفي المصري الاصيل الحقيقي اللي بيمثل الغالبيه العظمى في مصر. ايوه. انا اتفاجئت بمواهب وباطفال عندهم ملكات وعندهم خيال وعندهم ثقه بنفسهم. فكنت عايزه ادخل لهم من خلال حاجه تبقى قريبه ليهم وتعرفهم المبادره، بس مش بشكل تقريري كانه بنقدم نشره. لا، من خلال حدوته. وحدوته لازم تدهشهم لما اقول لهم حياه وكريمه، فيقولوا لي ايه؟
حياه كريم، قول لهم لا حياه وكريم. ألفتي العنوان الى شخصيتين حياه وكريم. وبالتالي احنا معانا حياه وكريمه معانا هنا دلوقتي. اه معانا هنا دلوقتي اهو. دول حياه لسه الاطفال دلوقتي يشوفوا الحاجات دي العرايس دي ويهتموا بيها ولا كله قاعد على الموبايل وعايز يشوف الصواريخ والكلام؟ لا هو انا حضرتك لما بطلعهم ما بفرجه لهمش، انا بطلعهم امسكهم كده، لا ما بقولهمش بصوا، بسيبهم هم اللي عايزين يعرف. فاقول لهم تفتكروا بقى مين حياه ومين كريمه فيهم. فدي حياه دي كريمه اللي عايشه في اسوان، ودي حياه اللي هي مصريه بس عايشه بره. وازاي القصه بدات من خلالها كمان بتعرض لمبادره تتكلم عربي. لان ازاي واحده مصريه عايشه بره بس ما بتعرفش تتكلم عربي؟ دي هي كريمه بقى ولا الحياه؟ حياه دي اللي ما بتعرفش تتكلم عربي. بس بدات بقى مع الوقت تاخد بعض كلمات وتتعلم وكده. فحسيت ان الاطفال لا هم فاهمين وعارفين المبادره عملت ايه وحاسين بتغيير. كل قريه رحتها انا اتعلمت منها حاجه. وفي بعض القرى لمستني قوي وما اقدرش انساها حقيقي. زي مثلا انهي قرى؟ زي قريه نجريج، مسقط راس صلاح. محمد صلاح. دي انا رحتها واشتغلت في المدرسه اللي هو كان فيها طالب. يوم قعدت مع الاطفال وقلت لهم يا اولاد الفرق بينه وبين اي حد تاني كان قاعد جنبه في الفصل انه كان عنده حلم وامن بحلمه وتعب. ما تبصوش لاخر درجه في السلم، بصوا لكل الدرجات. صح. اللي بيتعب ربنا بيكافئه، ولما وصل لحلمه ما نسيش بلده. صح. ما نسيش قريته. بالعكس. يعني ايه انتماء؟ يعني انا بدخل عليهم ساعات بمصطلحات تبقى صعبه شويه بس بنقعد نبسطها. وبشوف رد الفعل. ولما بخلص وبرجع ما بتنقطعش الصله بيني وبين الولاد. الاطفال اللي حياتك بتتعاملي معاهم بدءا من سن كام سنه؟ والله حضرتك انا بشتغل في مدارس وساعات بشتغل على مسرح، المسرح ده بيقدامي من 2000 ل 3000. جميع الاعمار بقى. اطفال كبار وناس كبيره في السن. بس تبقى يعني توجهي الاول طبعا للاطفال. بدءا والله انا ساعات بيبقى معايا اولاد 3 4 سنين يعني. ما شاء الله. بس عايزه اقول لك حاجه يا سما، هل انت لاحظتي ان في فرق بين الطفل المصري اللي عنده 5 6 سنين ورؤيته وردود فعله على ما تقدمي لي؟ والولد بقى اللي دخل مدارس بقى وطريقه التعليم بتاعتنا الى اخره وبقى عنده 13 سنه تحسي انه الأزكى والأنقى واللي تحسي انه يعني بيديكي امل في المستقبل، تحسي انه صغير اكتر. بالظبط يا فندم. صح بالظبط. عشتي التجربه دي جدا. وبعدين اقول لحضرتك انا بشتغل على مبادرات مع المجلس القومي للمراه، مبادره هجره غير شرعيه للاطفال وتثقيف مالي للاطفال. رحت لطارف في القرنه، قريب كنت في النوبه في توماس وعافيه. الولاد كمان لاحظت حضرتك عندهم مهاره، ايديهم شغاله. يعني مثلا انا في الهجره غير الشرعيه دي بحكي لهم قصة، هي قصة ليا ترجمة ألماني عن ولد كان بيبيع جرايد ولقى الجرايد فيها أخبار حرب، فبدأ إنه هو زعلان عن الولاد دول فعايز يساعدهم، فبدأ اتعلم مهارة إنه يعمل من الورق لعب. فحط لهم الورق ونعمل مراكب يا ولاد، وكل واحد فيكم يكتب هو عايز يروح فين في المركب ده. الله، يعني لذيذ قوي. يعني عارف حاجة خارج عن اللي احنا متصورين. في ثانية اللي عمل مركب واللي عمل طيارة واللي عمل ايديهم واللي عمل مكرمية من الخيوط، لان لسه ايديهم ما رزقتش في الاجهزة. لسه. فهم زي ما تقولي بكر، ارض بكر لسه. الشغل معاها بيجيب تأثير ونتيجة. حياتك برضو كنت حريصة يا أستاذ سماح أن أنت تدمجي ذوي القدرات الخاصة وذوي الهمم. ده حقيقي. من خلال القصص. وبرضو في شخصية فارس معانا هنا، صح؟ أنا حبيت أكتب قصة مخصوص برضو للمبادرة اسمها حلم فارس مع حياة كريمة. وليه اخترت فارس؟ لأن أول قرية بقت قرية خضراء هي قرية فارس في أسوان. في أسوان، صح. فأنا قصدت بالبطل ده أن أنا أسأل الأطفال في الكرة إيه المختلف؟ فارس ايه المختلف عنكو؟ مختلف في ايه؟ العجل ده الكرسي. فيقولوا على كرسي، اقول لهم طب واللي على كرسي ده بيعرف يفكر؟ بيعرف يحلم؟ ربنا خلق له عقل يفكر بيه وقلب يحب بيه وممكن يعمل حاجه اللي ماشي على رجليه ما يقدرش يعملها. صح. فارس بطل القصه اول حاجه فكر فيها انه الترع اللي كانت ملوثه اللي بسببها جاله مايكروب ما قدرش يمشي انها لازم تتطهر. ما فكرش في نفسه.
ما قالش خلاص انا تعبت ماليش دعوه. عمل ايه؟ فكر ان في مؤسسه ممكن تساعده. فبدا يراسلهم. ناس كتير حواليه قالوا له مش هيسالوا فيك، مش هيردوا عليك. دي اولاد اسمها ايه بقى؟ اسمها طاقه سلبيه. هل احنا لو مؤمنين بحاجه وعارفين انها صح وحد قال لنا بلاش بنسمع كلامه على طول ولا نحاول؟ صح بالظبط. تواصلوا مع حياه كريمه وجم القريه وعملوا حاجات وبقى سفير لحياه كريمه. الله. فازاي حضرتك بتبثي فيهم الامل؟ صح. ودي اهم حاجه. لان هو الجيل الجديد ده وكل الشباب المستقبل ليهم محتاجين طاقه الامل دي عشان يتشبثوا بيها، علشان يعني يتحدوا كل الصعاب وكل التحديات ويبنوا مستقبلهم بايديهم. نورتينا يا سماح. قد ايه كنا فرحانين ان وجودك معانا النهارده. مش بعناش لسه من الحديث معاكي وتوعدينا ب زيارة تانية. ده شرف وسعادة ليه والله ان انا اكون معاكم الحقيقة، وارجو اما اكونش يعني. انت لسه قاعدة في الاسماعيلية ولا جيتي القاهرة؟ لا لسه، بس بدي كتير هنا عشان شغلي، لكن انا بحب الهدوء فهناك يعني الدنيا هادية شوية. احنا هننتهز كمان الفرصة دي ونقول لك تعيشي وتفتكري. 8 اغسطس كان ذكرى ميلاد الوالد الراحل الفنان الرائع ابو بكر عزت، فتعيشي وتفتكري. ميرسي خالص، ربنا يخليكي. شكرا للكاتبة سماح ابو بكر عزت، سفيرة حياة كريمة مش كده؟ صح. وانا هقول لك حياه وكريمه جميله لما قريتها. يعني جميله يا سماح، دي شهاده انا اعتز بيها والله. ربنا ان القصه عجبت حضرتك. نشكركم. انا مش هشوفكم خلاص بكره، انا عملت اللي عليا وقعدت ان شاء الله. جيسي معاكم بكره ان شاء الله. ودلوقتي يلا جيسي باي. خطوه عزيزه. باي.